السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة خاصة بشهيوات رمضان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو. اليوم كنقترح عليكم ميني بطبوط معمر بواحد الحشوة رائعة جدا مغايرة للحشوات اللي كنحضروها، كتجي اكثر من لذيذة بالدجاج وكذلك الخضر. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها عن قريب. وكذلك شاركت معكم الوصفة ديال ميني بطبوط ناجح وفارغ من الوسط، غادي تلقاو رابط الفيديو في صندوق الوصف. وما تنسونيش من التعليق ديالكم الرائعة وكذلك اللايكات ديالكم. نخليكم الآن مع المقادير والصور وفرجة ممتعة. بالنسبة لهاد الحشوة فكنحتاج لها الدجاج كعنصر أساسي. أول حاجة كنقطع أبيض الدجاج إلى قطع صغيرة مربعات كما كتشوفوا، تقريبا احتاجي 350 غرام ديال ابيض الدجاج او لا صدر الدجاج. كنحصل عليه على هذا الشكل. ما كنحتاجش معاه بزاف العناصر، فقط عندي القليل من الزنجبيل تقريبا نصف ملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة ديال الابزار، نفس الشيء الكركم او لا الخرقوم، زوج فصوص ديال الثوم مهروسين. بالنسبة للثوم فأنا دقيتها مع الملح اللي كتبقى حسب الذوق، وكذلك القزبر والمعدنوس. كنخلط هاد العناصر جيدا. من المستحسن أننا نحضروها يعني بساعتين أو لا ثلاث ساعات قبل باش يتشرب لينا هذاك الدجاج. كنغطيها وكنخليها جانبا كترتاح. من بعد ما كيرتاح الدجاج فانا كناخذ مقلاه كنوضع فيها القليل من زيت المائده، البصل تقريبا بصله متوسطه، نشحرها شويه حتى كتنزل، عاد كنضيف ليها الدجاج اللي متبل وكيجي رائع بهاد العناصر اللي ضفنا ليها كامله كما كتشوفوا. فخذ الوقت الكافي باش يتشرب هاد العطريه. غادي نشحر هاد الدجاج مع البصل فما كياخذش بزاف ديال الوقت كما كتشوفوا، دغيا كيتشحر دغيا كيطيب. وكنضيفوا ليه الجزر محكوك، تقريبا عندي جزره واحده. نخلط كل شيء على هاد الشكل تقريبا خمس دقائق وكنطفي عليها. يمكن لكم تضيفوا الزيتون الا بغيتوا، انا كنخلي هاد العناصر فقط. من بعد ما كتبرد شويه كنضيف ليها زوج ملاعق كبيره ديال الدانون المسوس، فكيعطيها واحد التعليكه رائعه جدا هاد الدانون. كنخلط الكل جيدا وكنخليها جانبا. في هاد الاثناء فانا وجدت البطبوط يعني حليته، الحشوة باردة دافية تقريبا. كنحتاج ايضا هانتوما كما كتشوفوا فالبطبوط كيجي فارغ من الوسط كيجي ناجح. وكذلك غنحتاج الخص اللي غسلته ونشفته حتى هو. غدا نبدا العمارة، كناخد قطعة او ورقة من الخص كنحطو. يمكن لكم تدهنوا الخبز بالمايونيز او الجبن الى بغيتو. وكنوضع الحشوة كما كتشوفوا والشكل ديالو كيجي راقي وزوين، والاهم انه لذيذ بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط او ميني بطبوط اللي عمرناه بهذه الحشوه ديال الدجاج. كتجي رائعه جدا، ان شاء الله غادي تجربوها ومتاكده انها غدا تصبح معتمده عندكم خصوصا في الشهر الفضيل. الميني بطبوط كيبقى من الاساسيات والكلاسيكيات في المائده الرمضانيه المغربيه، لذلك خاصنا ننوعوا في الحشوات. فهاد الحشوه اكيد غادي تجربوها وغادي تعجبكم. حضرت الخبز كذلك على شكل كورني كما كتشوفوا، فالشكل ديالو حتى هو كيجي رائع وحتى العماره ديالها كتجي شكلها زوين. بالنسبه للخبز فكتفننوا فيه، بغيتوه مربعات مثلثات
دائري الشكل الكلاسيكي لكم الاختيار. وبهذا كنوصل لنهاية الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هاد الحشوة ديال هاد الميني بطبوط تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها عن قريب. وما تنسوش كيف ديما الى عجبتكم الوصفة انكم تخليوا لي لايك وتشجعوني في التعليق وتشتركوا في القناة اذا كنتوا اول مرة كتزوروني. مرحبا بالاشتراك ديالكم وما تنسوش تفعلوا الجرس كذلك باش توصلوا بجديد الوصفات. وهنا كنقول لكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.